أشهد أن لا إله إلا الله، فك هذا القيد من رقبتك. عبادة النفس. اثنين، الذهنيات، مشاغلك الذهنية، مشاغلك العقلية، دوشتك. أنا بقول الله بيحتل جل جلاله الفكر فيه والانشغال بيه، الانشغال بالله يحتل مساحة قد ايه من عقلك، مساحة قد ايه من فكرك، مساحة قد ايه من ذهنك، مساحة قد ايه من انشغالك. الله ازاي اقدر احافظ على دماغي ما تشتش؟ نمرة واحد، علمك ان الله مطلع عليها فتستحي وتجل الله ان يرى هذه التفاهات في عقلك. اثنين، خوفك منه ان تسقط من عينه، انك تخاف من ربنا. اصل احيانا كده لما يبقى فراج قاعد قدامي وانا بحترمه شخصية، بعدين يتكلم يقول كلام تافه، اقول له انت كده سقطت من عيني. صح؟ نفس الشيء انك انت تبقى بتصلي ورب او بتذكر ربنا وتقرأ قرآن فيذكرك الله عنده، ثم تقوم تقعد على النت تعمل حاجة فتسقط من عين الله، يكرهك، يبغضك، يمقتك، نعوذ بالله من مقت الله وغضبه. ثلاثة، أن من ابتلي بهذه الهلاوس الذهنية معناها أنه آثرها على مراد الله، ومن آثر شيئا على الله طرده الله. أصلا أنا بقول لك أنا جاي لك، تقول لي لأ أنا مشغول، يبقى أنت آثرت غيري علي، مع السلامة مش عايزك. احنا قلنا أن ربنا عزيز لا يحتاج إلى أحد. خشيتك أن تتوالد تلك الخواطر وتتكاثر ويستعر شرارها فتؤدي إلى الكفر. قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. خمسة، أن تعلم أن تلك الخواطر فخ منصوب لصيدك، فإنها مثل السلسلة، كلما جررت حلقة جاءت حلقة. ستة، أن هذه الخواطر لا تجتمع مع خواطر الإيمان، إما الله وإما غيره. سبعة، أن هذه الخواطر بحر لا ساحل له، فإذا دخل القلب في غمراته لن ينجو، بل هو قلب غريق، قلب غريق. قال تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا، مغمور غريق. الأخيرة، أن تلك الخواطر والهلاوس
والذهنيات وادي الحمقى وأماني الجاهلين لا تثمر إلا الندامة والخزي، وأقصى ما فيها أن تصير وساوس تفسد الحقائق.